السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. المراجعة المركزة الخاصة بالفصل الخامس الوراثة. لاحظ عزيز الطالب، عزيزتي الطالبة، أن الفصل الخامس الوراثة إذا صورناه بالشكل الطبيعي راح يتضمن 25 محاضرة تقريبا، وانت ترجع للشرح التفصيلي. لكن اليوم أعتقد بالمراجعة المركزة راح تكون 3 محاضرات، فأنت تخيل يعني مراجعة مركزة 3 محاضرات والشرح المفصل 25 محاضرة، يعني أكو سرعة بالموضوع رهيبة. ثانيا طلاب، بالنسبة للوراثة اللي يقرأ الوراثة خل ينتبه على هذا الكلام. الوراثة صارت عندنا 3 قوائم تشغيل. قائمة التشغيل الأولى باسم الوراثة المندلية وعدد محاضراتها 10، يعني تبدي من بداية الوراثة لحد الوراثة ما بعد مندل، هذا جيد عددهن 10، وذن صورناهن يعني تصوير حديث. القائمة الثانية تتضمن الوراثة ما بعد مندل اللي هو تصوير عام 20، اعتمدوا عليه. هذه يبدي من الوراثة ما بعد مندل الحد الأساسي الجزئي، جيد عدد محاضراتها 26، هذن حتى الحذف ما كل السنين. أنا شريدك بالقائمة الثانية تقرأ 13 محاضرة وبس، يعني من الرقم 1 لحد 13. صار كم قائمة؟ قائمتين. القائمة الأولى 10 محاضرات وراثة المندلية، القائمة الثانية الوراثة ما بعد مندل 13 محاضرة. القائمة الثالثة اللي هي الأساس الجزئي للوراثة، أو مثل ما تحبون تسموها من الطفرات للأخير. ما عليك بالأرقام، يعني محاضرة 22 23، أنا كاتب لك بين قوسين المحاضرة الأولى للأساس الجزئي، المحاضرة الثانية. فصارت عندك كم قائمة الوراثة؟ 3 قوائم تشغيل. 1 الوراثة المندلية 10 محاضرات، 2 الوراثة ما بعد مندل 13 محاضرة، ما عليك بالحذف 24، والوراثة أو الأساس الجزئي للوراثة أيضا 10 محاضرات. يكتمل عندك فصل الوراثة بهذا الشكل، اعتمدوا عليه. توب والله، يا الله. هسه نطب على المراجعة المركزة مالتهم. أول شيء عرف علم الوراثة. طبعا عرف هو ما يجي، بس احنا حتى ذا مراجعة مركزة لازم الطالب يعرف شنو علم الوراثة. هسه الطالب يحكي كل شيء صحيح، هو العلم الذي يتناول دراسة انتقال الصفات الوراثية من الآباء للأبناء، كله صحيح والله، بس نعتمد على هذا النص أحسن. يعرف علم الوراثة بأنه ذلك الفرع من فروع علوم الحياة، يعني هو علم الخلية، علم الأنسجة، علم الذي يهتم بدراسة التغيرات الموروثة لكائن حي أو مجموعة من الكائنات الحية وكيفية تعبير تلك المورثات المسؤولة عن تلك المتغيرات أو التغيرات. مو كلش مهم التعريف. 2، سؤال الثاني، ما هي المجالات التي يهتم بها علم الوراثة؟ يعني أنت منطب على الوراثة تلقاها عندنا بالصفحة الأولى، يعني تساؤلات كيفية انتقال الصفات الوراثية من الآباء للأبناء، هاي تتناولها ال10 محاضرات الأولى، شلون تقلط الصفات الوراثية من الآباء للأبناء. 2، معرفة التركيب الجزيئي للمادة الوراثية، تتناولها قائمة التشغيل الثالثة. معرفة التركيب الجزيئي للمادة الوراثية والتغيرات التي تطرأ عليها وتطبيقاتها المختلفة، يعني بين قوسين الدي ان اي. 3، معرفة كيفية حدوث عملية التعبير الوراثي عن المستوى المظهر والجزيئي، أيضا قائمة التشغيل الثالثة تتناولها. فراغات، أن أول من أطلق مصطلح جينيتكس وتعني وراثة هو العالم أو الباحث الإنجليزي فراغ بيتسون عام كذا. هذه أنا أشوفه كلش مهم. وضع مندل أنظمة تحكم الوراثة بفراغ، أقول له الصفات غير المرتبطة بالجنس. شنو الصفات غير المرتبطة بالجنس؟ يعني الصفات اللي جيناتها أو مورثاتها محمولة على الكروموسومات الجسمية. بالإنسان الكروموسومات الجسمية عددها 44 والجنسيات 2. حيث نشر عام 1866 مقالة بعنوان فراغ، أبحاث حول بعض الهجائن النباتية. هاي فراغات نشوفها مهم، ولكن لسوء الحظ لم ينتبه إليها علماء عصر إلا بعد مرور 34 سنة. ما خصائص الدي ان اي المستخدم في المجالات التطبيقية؟ يعني هسه أنت صارت عندك الموضوع متكامل باعتبار أنت هسه تراجع مقار الأساس الجزئي للوراثة. فما خصائص الدي ان اي المستخدم في المجالات التطبيقية؟ 1، قابليته على النقل من كائن إلى كائن آخر بواسطة بعض النواقل كالرواشح، الفيروسات والبلازديات. وأنت شفت يعني مسألة البلازميد، مسألة الدورة التكاثرية اللي راشح البلعم البكتيري، شلون الدي ان اي ينتقل من الراشح الى البكتيريا. 2، قابليته على تحوير وظائف الخلية المستلمة له. تتذكر انه انت البلازميد جزء من عدة الدي ان اي، من ينتقل من المعطي الى المستلمة، المستلمة ما تظل مستلمة،
يتغير نظامها الوراثي بسبب إعادة الخلط. ثلاثة، قابليته على التضاعف داخل الخلية وأيضا خارجها، وذلك من خلال تقنية استخدام التفاعل التضاعفي أو التسلسلي لشريط الدي ان اي بواسطة الإنزيم المتعدد البوليمر أو إنزيم بلمرة الدي ان اي. يعني الدي ان اي عنده القابلية على التضاعف داخل الخلية وخارجها بواسطة إنزيم شنو اسمه، إنزيم بلمرة الدي ان اي. أعتقد كلكم عرفتوا هذه بتضاعف الدي ان اي. سجل النسب، هذا أنا أشوفه كلش مهم. سجل النسب تعريف هو مخطط، وبالمناسبة سجل النسب موجود في بداية الوراثة وموجود بالوراثة البشرية. احنا تتذكر كنت أقول لكم احفظوا الموجود بالوراثة البشرية أفضل. سجل النسب هو مخطط يظهر كيفية وراثة صفة على مدى عدة أجيال، حيث تشير المربعات إلى الذكور بينما تشير الدوائر إلى الإناث. المربع أو الدائرة القاتمة يعني وجود الصفة أو الحالة لدى شخص في جيل معين، وبالعكس بالنسبة للرمز الفاتح أنه ما يحمل هاي الصفة. الخط الأفق الذي يصل بين الذكر والأنثى هو خط التزاوج أو خط الزواج. الخط العمودي يشير إلى الأولاد الذين تم ترتيبهم من اليسار إلى اليمين بغض النظر عن الجنس. يعني يجي أول واحد منه دائرة معناته ولد أو بنت، مربع معناته ولد، وهكذا. الأرقام الرومانية هكذا أقول لكم شكل خط، خطين، ثلاث خطوط، تشير إلى توالي الأجيال. هذه هنا ذكر طبيعي، هنا أنثى طبيعية، هنا أنثى مصابة، هنا ذكر مصاب. علل النتائج التي نشرت في جمعية التاريخ الطبيعي بقي طي الكتمان لمدة 34 سنة ليش بالنسبة لمندل؟ والله وذلك لإنشغال علماء عصره بنظرية دارون حول نظرية التطور أو التطور العضوي. هذا السؤال كلش مهم، هذا السؤال كلش مهم. ما هي خصائص أو ما هي مميزات الأحياء المستخدمة في التجارب الوراثية؟ ست نقاط. طبعا بالوزارة ما يطلبهم ست نقاط كلهم، ولكن تحفظهم. واحد، قصر دورة حياته. اثنين، إنتاج أعداد كبيرة من النسل. ثلاثة، سهولة تربيته وإدامته. أربعة، امتلاك إمكانية حصول تغيرات وطفرات عنده تعرضه لظروف بيئية غير مناسبة كالإشعاع. خمسة، إمكانية التحكم بالتلقيح أو التزاوج في ذلك الكائن. وستة، إمكانية إنتاج تراكيب جديدة نتيجة لعمليات التكاثر الجنسي أو الاقتران أو التوصيل والذي يحدث بواسطة الرواشح. السؤال الختامي، هاي كلها بالمحاضرة الأولى كنا نسولفها. ما هي الأسباب التي أدت إلى نجاح مندل في تجارب على الرغم من فشل الباحثين الآخرين؟ عنده ثلاثة أسباب. واحد، اختيار نموذج رائع في التصميم والتحليل للتجارب الوراثية والتي أجريت على نبات البزالية. والبزالية ينتبه على هذه الذي يتسم بي، شوف الألوان بتغايره الوراثي وقدرته على النمو بسهولة وقابليته للتهجين بصورة اصطناعية. السبب الثاني من أسباب نجاح مندل هو لقد حدد فحوصات على زوج واحد من الصفات الوراثية أو عدد قليل جدا منها في كل تجربة. وثلاثة، حفظ سجلات كان من يعني حفظ سجلات مضبوطة والتي اعتمد عليها في التحليل الإحصائي لتجاربه. ولذلك دائما نقول للطالب اكتب بدفتر واحتفظ بهذا الدفتر حتى شنو، بعدين ترجع لهذا الدفتر تروح تنطيه لغيرك، معلومات تبقى مخزونة به. هذا السؤال نفس هذا السؤال، هذا يتكرر هواي. علل لماذا استخدم مندل نبات البزالة في تجارب الوراثية؟ قل له لأنه يتسم بتغايره الوراثي. اثنين، وقدرته على النمو بسهولة. وثلاثة، قابليته للتهجين بصورة اصطناعية. أوكي، فهذا مهم جدا. مرشح خوش. عندك مجموعة من التعاريف، وأنا اختاريت هنا تعاريف اثنين، الطراز الوراثي والطراز المظهري. الطراز الوراثي، وهسه راح أشوفهم حتى بالإعادة، دائما طراز الوراثي حروف اثنين، هو هذا الطراز الوراثي. طراز المظهري الحروف اثنين تعكس نظر شنو. فالطراز الوراثي وهو يعكس التركيب أو البنية الوراثية للفرد ويعبر عنه برموز وراثية، وذلك للإشارة إلى اتحاد العوامل في فرد معين. يعني تتذكرون كنا نقول لكم مثلا بي كابتل هذا خنزير غيني مثلا أسود، بي كابتل بي سمول هذا خنزير غيني أسود، بي سمول هذا خنزير غيني أبيض. أما الطراز المظهري، هذين الألفاظ اللي كنت أحكيه الأسود أبيض هو يسمونه الطراز المظهري، وهو يشير إلى الخصائص أو العلامات المشاهدة للكائن الحي والمسيطر عليها وراثيا. فمثلا تي كابتل في نبات البزالة يعني طويل الساق، تي كابتل تي سمول هم طويل الساق، بس لاحظ هذا طويل الساق نقي، هذا طويل الساق هجين.
تي سمول تي سمول يعني قصير الساق. وهنا أنا أحب مسألة النقي أكتبها ومسألة الهجين. الحرفين هالشكل نقي، الحرفين هالشكل نقي، الحرفين المختلفات هجين. إذن الفرد النقي هو الفرد الذي يحمل طراز متماثل العوامل، مثال مثل هاي الحالة. أما الفرد الهجين هو الفرد الذي يحمل طراز متباين مختلف العوامل، مثال هذا فراد. تهجين الأحادي، عندك أنت بالوراثة تهجين أحادي وتهجين ثنائي، هاي دائما بالقائمة التشغيل الأولى بالتفصيل، تهجين أحادي وتهجين ثنائي. يعني بالتهجين الأحادي أقول تزوج رجل أيمن اليد بامرأة أهم يمنى اليد، هي صفة واحدة، هذا سوينا تهجين أحادي. بالتهجين الثنائي شو أقول؟ تزوج رجل أيمن اليد شعره أسود بامرأة يسرى اليد وشعرها أشقر، هاي سوينا تهجين ثنائي. فعرف التهجين الأحادي، اكتب عليه مهم. عرف التهجين الأحادي هو تهجين وراثي بين فردين ويتضمن زوج من الصفات المتضادة، يعني مثلا هذا أيمن هذا أيسر، زوج من الصفات المتضادة التي ترجع على نفس الموقع الوراثي. مثال أي كابتل أي كابتل، أكس الزواج أي سمول أي سمول. وبذلك فهو يكشف عن كيفية انتقال طرز هذه الصفات عبر الأجيال. ما أهمية التهجين العكسي؟ حتى نعرف أهمية التهجين العكسي علينا أن نقرأ تعريف التهجين العكسي. طبعا للأهمية مرشحة التعريف، يعني التهجين العكسي هو تضريب يحصل بين اثنين، واحد شايل الطراز السائد، واحد شايل الطراز السائد والآخر شايل الطراز المتنحي لصفة معينة وبالعكس، ويتضمن تضريبين، أي استخدام الفرد الذي يحمل الطراز الجين السائد كأب والفرد الذي يحمل الطراز الجين المتنحي كأم في التضريب الأول، وتنعكس الحالة بالتضريب الثاني. فإذا كانت النتائج في الحالتين متشابهة فالمورثة لتلك الصفة تقع على الكروموسوم الجسمي، وإذا اختلفت النتائج تقع على كروموسوم جنسي. هو احنا خلينا نذكرك بشغلة، انه السائد الصفة السائدة والصفة المتنحية. الصفة السائدة بها احتمالين، هي ممكن أن تكون نقية وممكن أن تكون هجينة، بس الصفة المتنحية دائما نقية. الصفة السائدة من تكون نقية يعني حروف كبار اثنين، من تكون هجينة يعني حرف كبير وحرف صغير، يعني عامل كبير وعامل صغير. المتنحي الحروف مالته صغار اثنين، حتى لا تنسى هاي التفاصيل. بالتهجين العكسي شو تسوي؟ تسوي تضريبات اثنين، هذا تضريب رقم واحد وهذا تضريب رقم اثنين. بالتضريب الأول تخلي الذكر شايل الصفة السائدة وتخلي الأنثى شايل الصفة المتنحية. بالتضريب الثاني بالعكس، تخلي الذكر شايل الصفة المتنحية والأنثى شايل الصفة السائدة. فإذا كانت النتائج في الحالتين متشابهة، يعني مثلا تي كابتل تي كابتل، زوج ناوية تي سمول تي سمول، فراح تكون النتائج تي كابتل تي سمول. بالتزاوج الثاني من أقول تي سمول تي سمول ويا تي كابتل، أهم تكون النتائج تي كابتل تي سمول. نا إذا كانت النتائج في الحالتين متشابهة عند عكس الأجناس فالمورثة لتلك الصفة تقع على كروموسومات جسمية، ولكن إذا اختلفت النتائج هنا ما مختلفة فتقع على كروموسومات جنسية. فمن نرجع على أهمية التهجين العكسي مرشحة، يستخدم لغرض التأكد لمعرفة من إن صفة معينة هل إن مورثات تقع على كروموسوم جسمي أو كروموسوم جنسي أو يقع في عضية سيتوبلازمية كالميتوكوندريا. بعدين دخلنا على قانون مندل الأول، قانون مندل الأول الخاص بالتهجين الأحادي، طبعا مرشح. قانون مندل الأول الاسم الثاني إلى قانون الإنعزال، الذي ينص على أن العوامل الوراثية المزدوجة في الفرد تنعزل عن بعضها عند تكوين الأمشاج ثم تعود لتزدوج بعملية الأخصاب عند تكوين الفرد الجديد. يعني تعال باوعلي على هذا مثلا، هذا P1 هذا G1، هسا هاي العوامل الوراثية شو يصير بيها؟ تنعزل بعضها عن بعض هالشكل. طبعا انت اكيد راح بعد صارت هاي قديمة نمسح واحد نبقى واحد، وهنا هم تنعزل عن بعضها فنمسح واحد ونبقى واحد.
وبعدين ترجع تتحد فيما بينها عند تكوين أفراد النسل، هو هذا قانون مندل الأول. إذن العوامل الوراثية المزدوجة تتذكر تي كابيتال تي سمول، مثلا تي كابيتال راح بجهة بدائرة وتي سمول راح بجهة. في الفرد تنعزل عن بعضها عند تكوين الأمشاج ثم تعود لتزدوج بعملية الأخصام عند تكوين أفراد النسل. يعني هذه المسألة هي مو مرشحة بقدر ما أنه حبينا هنا نذكرك يا به مثلا ذبابة الفاكهة رمادي اللون هذه صفة سائدة، زوجناها بأنثى أبنوسية اللون متنحية. فأنت المسائل أول ما تبدأ بالرموز فنرمز لعامل اللون الرمادي بحرف كبير، وهنا بالوراثة المندلية أي حرف يجيك، ويفضل استخدام الحروف المطروقة والمعروفة، وعبال الطالب أنه إجباري إلا هذول لا، يعني الرمادي ممكن جي كابتل كل الصحيح، والأبنوسي جي سمول صحيح أوكي، لكن خلنا نستخدم هاي الحروف مال الكتاب أو المطروقة. فنتج جميع أفراد رمادي، فأنت زوجنا رمادي بأبنوس وكل رمادي يعني هذا نقي، فأول عليك أن تكتب بالرموز وبعدين الاستنتاج وبعدين التضريب. هذه المسألة الخاصة فيه. التضريب الاختباري، التضريب الاختباري تكتب عليه مرشح. التضريب الاختباري أن الهدف من هذا التضريب هو التعرف على الطراز الوراثي للفرد الذي يحمل الصفة السائدة المجهولة النقاوة. ليش يكتب مجهولة النقاوة؟ لأن الصفة السائدة ممكن أن تكون نقية وممكن أن تكون هجينة، فيسميها مجهولة النقاوة، حيث يتم تضريبه مع فرد آخر متنحي في تلك الصفة، يعني طويل الساق نبات بازاليا نريد نعرف هل هو نقي أو هجين، لازم نزوجه ويا واحد قصير الساق. زين، شوف الاحتماليات يعني الاستنتاجات. فإذا كان جميع أفراد النسل يحملون الطراز السائد فإن الفرد يكون نقياً في تلك الصفة، أما إذا كان 50% من أفراد النسل سائد و 50% متنحي يعني ذلك أن الفرد هجين في تلك الصفة. وحلل لك سؤال مثلاً، كيف تتأكد من نقاوة الجناح الطويل في ذكر ذبابة الفاكهة؟ الحل باستخدام الرموز الوراثية. هو ذبابة الفاكهة، ذبابة الفاكهة عندك بها صفات اثنين. الصفة الأولى هي صفة لون الجسم، الرمادي يكون سائد على الأبنوسي والجناح الطويل يكون سائد على الجناح الأثري. هو سؤال يقول لديك ذكر طويل الجناح، فكيف تتأكد من نقاوة هاي الصفة؟ أنت أول شيء تقول له، تقول له وذلك بإجراء تضريب اختباري. نجيب الذكر اللي هو شنو؟ طويل الجناح، ونزوج ويا أنثى تحمل الصفة المتنحية اللي هي شنو؟ أثرية الجناح. وأكو احتمالين، لكن قبل الاحتماليات عليك أن شو تسوي الرموز. شو تقول؟ نرمز لعامل الجناح أو صفة الجناح الطويل بأي حرف كبير، ولكن يفضل استخدام الحرف المطروق اللي هو مثلا طويل الجناح long، تأخذ الحرف الأول، ونرمز لعامل الجناح الأثري ب L small. بعدين وين تروح؟ تروح على شيء اسمه الاستنتاج. الاستنتاج بهذا السؤال هو الاحتماليات الاثنين. فإذا كان ناتج التضريب، ايش راح تقول؟ الاستنتاج واحد، إذا كان ناتج التزاوج 100% أفراد طويلة الجناح، إذن هذا الاستنتاج، الذكر نقي وكالآتي، يعني الذكر شو يكون؟ يكون L capital L capital، وتجي تحل، الطويل راح يكون نقي والأنثى راح تكون L small L small. G1 تجر سهم وتكتب هنا انقسام اختزالي. الأمشاج هنا راح يعطينا حرف واحد باعتباره نقي، وهنا يعطينا حرف واحد باعتباره نقي. أفراد الجيل الأول راح تكون L capital L small، فشو تقول؟ 100% طويل. شو تكتب هنا؟ طراز وراثي. شو تكتب هنا؟ هاي كلمة طويل، طراز مظهري. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أما
إذا أو الاستنتاج الثاني، أما إذا كان الناتج 50% طويل الجناح و 50% أثري الجناح، إذن الذكر الطويل الجناح يكون هجين، يعني ال capital ال small، وأيضا تسوي التزاوج الثاني بهذا الشكل على هذا الاستنتاج الثاني، الذكر طويل الجناح وزوجناه بالأنثى الأثرية الجناح. تكتب هنا احتمال ثاني، هذا احتمال أول B1 G1 F1، الطويل راح يكون هجين، الطويل راح يكون هجين، وهذا أكيد هو نقي. ونكتب هنا انقسام اختزالي، هذا حرف واحد وهنا حرفين باعتباره هجين، فالأول بالأول L capital L small زائد L small L small، ونكتب هنا طراز وراثي، وجوش نكتب هنا طويل الجناح، هنا أثري الجناح طراز مظهري. شفت هنا 50% و50%. أما إذا كان الناتج، أصبح السؤال بهذا الشكل، نحل بهذا الشكل. أوكي خلصنا من هذا، نروح نكمل حلينا السؤال، هذا نحل السؤال. التضريب الرجعي من التعريف المهمة جدا، التضريب الرجعي هو تضريب يجري بين أفراد هجينة. انظر إلى كلمة الهجينة حتى منطيها لون مميز، شوف شلون لون مميز منطينها. هو تضريب يجري بين أفراد هجينة من الجيل الأول مع أحد الأبوين أو مع فرد يماثل أحد الأبوين. تعريف مهم جدا، يعني شنو أستاذ؟ يعني مثلا فدي بشكل سريع جدا، ما أريد نتأخر بهذا الموضوع، يعني عندك هسه هذا التزاوج وقال لك يا أريد هذا التزاوج، أريد تسوي له تضريب رجعي. أنت شو تسوي؟ تشوف أفراد الجيل الأول، هذول أفراد الجيل الأول، نص من عندهم طويل ونص من عندهم أثري، مو أفراد اثنين، لا يعني 50%، فد 200 حشرة طويل و200 حشرة أثري. بالتضريب الرجعي شو تسوي أنت؟ بالتضريب الرجعي أنت تاخذ الفرد الهجين من أفراد الجيل الأول، إذا إيش راح تاخذ؟ تاخذ الطويل الجناح اللي هو شنو؟ ال كابيتال ال سمول. هذا سقطه من الحسابات. اوكي بالتضريب الرجعي تاخذ فرد من افراد الجيل الاول بشرط ان يكون شنو؟ هجين، وتباوع على احد الابوين، لو زوجه هذا لو زوجه بهذا بكيفك. اوكي فخلني زوجه مثلا ويا الطويل الجناح، الطويل الجناح انا زوجته ويا من؟ ويا الذكر. اذا انا ماخذ افراد من ال 50% اناث، وإذا زوجته ويا الأنثى إذا هذا أنا ماخذ ذكور. أوكي هم تكتب L capital L small، وهذا يصبح B2 G2 F2. جر سهم ونكتب انقسام اختزالي، هذا L capital L small يعني هجين، وهذا L capital L small هجين. افراد الجيل الثاني شراح تطلع الاول بالاول، ال كابيتال ال كابيتال زائد ال كابيتال ال سمول زائد ال كابيتال ال سمول زائد ال سمول ال سمول، تكتب هنا طراز وراثي. الطراز المظهري كل حرفين يعكسون يا مظهر، فال كابيتال ال كابيتال راح يكون طويل، هذا ال كابيتال ال سمول طويل، صفه زائده طويل، بس هذا اثري. اوكي فالتضريب الرجعي راح تاخذ فرد من افراد الجيل الاول بشرط ان يكون ماذا؟ هجين، وزوجه ويا احد الابوين. هذا سؤال ايش كاتب لك عليه؟ مرشح عام 24، ضرب نبات بازاليا احمر الازهار باخر ابيض الازال، جدول صفات البازاليا عليك ان تحفظهن، 7 صفات. فلون الازهار الاحمر يكون سائد، لون الأزهار الأبيض يكون متنحي، هاي لازم تحفظهم، طويل الساق سائد قصير متنحي. فكانت جميع النباتات الناتجة حمراء، تخيل أحمر بأبيض وجاء الكل أحمر، يعني الأحمر راح يكون نقي.
ولو أجري تلقيح لأحد أفراد الجيل الأول مع أحد الأبوين فما الطرز الوراثي والمظهري لأفراد الجيل الثاني وما نوع التضريب في هذه الحالة؟ مرشح 24. هسه أنا هذا ما حاله السؤال بس أنا راح أحله هسه هنا. انتبه للسؤال عليك إنه أنت تحله بس أنا راح أحله وياك وكالآتي. السؤال شو يقول؟ السؤال يقول ضرب نبات بازاليا. ضرب نبات بازاليا أحمر الأزهار. أحمر الأزهار. أحمر الأزهار صفة سائدة. ضربناه ويا نبات بازاليا آخر أبيض الأزهار. هاي صفة متنحية. فكان الناتج جميعه يعني 100% أحمر الأزهار. فما هي الطرز الوراثية والمظهرية للأبوين وللأفراد المتكونة؟ ولو أجري تضريب لأحد أفراد الجيل الأول مع أحد الأبوين ما نوع التضريب؟ ما اسم التضريب في هذه الحالة؟ طبعا أعلمكم دائما ابدوا بالرموز. نرمز لعامل صفة اللون الأحمر بأي حرف كبير. راح ناخذ الR capital من كلمة الرد ونرمز لعامل صفة اللون الأبيض عكس الR capital R small. بعدين نروح على الاستنتاج. الاستنتاج راح تقول بما أن جميع أفراد الجيل الأول كان سائد أحمر إذن اللون الأحمر في أحد الأبوين يجب أن يكون نقي، لأنه اللون الأحمر ممكن أن يكون R capital R capital، ممكن يكون R capital R small. لا، استنتجنا نقي، إذن الأحمر يكون ما علينا بالذكر R capital R capital، والأبيض يكون R small R small. ونجي نحل. شكو أبيض نحط له R small R small، شكو أحمر نحط له R capital R capital. ليش R capital؟ لأن الناتج كله كان أحمر. G1 نقي، 1 نقي، 1. أفراد الجيل الأول راح يكونون بهذا الشكل. فأنا أنا أكتب طراز وراثي وهنا تكتب طراز. انتهى المطلب الأول. بعدين شو يقول لك؟ وعند إجراء تضريب لفرد من أفراد الجيل الأول، يعني شو تسوي؟ تاخذ فرد من أفراد الجيل الأول اللي هو أحمر الأزهار وتسوي له بيتو ونزوجه في أحد الأبوين. أنت هنا عندك احتماليات اثنين، بالوزارة يأخذون لك احتمال واحد، فأنت راح تاخذ الهجين، ما عندنا احنا غيره بس هجين، نزوجه في أحد الأبوين. زوجه ويا الأحمر، أكو طالب راح يتزوجه ويا الأحمر ويا الأب الأحمر ويطلع النتائج. راح يقول لنا G2 هذا ينطي 2 وهذا ينطب بس 1. أفراد الجيل الثاني راح يكون R capital R capital R capital R small، أحمر أحمر. أكو طالب آخر هنا، الطالب إذا حللنا هالشكل نعطيه درجة كاملة. أكو طالب آخر ما راح يأخذ بهذا الاحتمال، راح يقول خب أخذ الهجين الأحمر الأزهار، هذا احتمال ثاني بالوزارة هيك راح يقول لك، يزوجه ويا من؟ ويا الأبيض. هذا هم B2 G2 F2 هنا ينطيك 2. طبعا هنا انقسام اختزالي انقسام اختزالي انقسام اختزالي، راح يكون R capital R small R small R small. تكتب احمر ابيض، 50% احمر 50% ابيض. فانتبه للسؤال، يقول ولو اجري تلقيح لاحد افراد الجيل الاول مع احد الابوين. انت اكو طالب سوى هذا التضريب، اكو طالب سوى هذا التضريب، اكو طالب سوى اثنيناتهم، هو راح ياخذون لك بس واحد. ما نوع التضريب في هذه الحالة؟ يعني التضريب الثاني شو كان اسمه؟ اكتب نوع التضريب رجعي بالحالة الثانية. فتروح للملزمة، عرف. طبعا عرفنا التضريب الرجعي هو تضريب يجري بين أفراد هجينة من الجيل الأول مع أحد الأبوين أو مع فرد يماثل أحد الأبوين حوالينا. هاي المسألة ما محلولة بالمراجعة المركزة، تروح تباوع شلون حليتها. قانون التوزيع الحر اذا طبينا على شيء اسمه التهجين الثنائي. التهجين الثنائي وينص على، يعني هذا قانون مندل الثاني او قانون التوزيع الحر، لان يعني قانون مندل الاول شيء يسمونه قانون الانعزال.
شو يقول؟ ان ازواج العوامل الوراثيه المنعزله تتوزع بصوره مستقله عن بعضها البعض، وذلك خلال عمليه تكوين الامشاج. هاي المساله ايضا انا ما حالها بالمراجعه المركزه، ايضا راح نحلها معاكم سويا. طبعا هاي المساله اجت اخر سنه كانت الوراثه داخله، هي هاي نصا اجت زين، واحنا كاتبينها من زمان مرشحه. ليش مرشحه؟ ليش اذا تباوع؟ ليش؟ لانه من اسئله الفصل، مهم جدا. ضرب خنزير غينيا خشن الشعر اسود اللون. خنزير غينيا كم صفه اخذنا له؟ خشن الشعر اسود اللون. ضربناه بانثى خشنه الشعر بيضاء اللون. يعني الذكر بصفات اثنين والانثى بها صفات اثنين، اذا هذا يسمونه التهجين الثنائي. فانجب عدد من الولادات موزعه كالاتي: 3 من 8 خشن اسود، 3 من 8 خشن ابيض، 1 من 8 ناعم اسود، 1 من 8 ناعم ابيض. دائما يكون مفتاح الحل عندك هو، مفتاح الحل دائما هو الفرد المتنحي. فما هي الطرز الوراثيه والمظهريه للابوين وللافراد الناتجه، علما ان صفه الخشونه والشعر، صفة خشونة الشعر واللون الأسود هي صفات سائدة. مهم جدا من أسئلة الفصل. ويوجد الحل في المساعد، يعني عندنا مساعد الوراثة موجود به كل هاي حلول ما محلولة، احنا خلينا نحلها مع بعض. أول شيء ابدأ بالرموز، نرمز لعامل صفة الخشونة بأي حرف كبير، راح نختار حرف الآر اللي هو رف خشن، ونرمز لعامل صفة النعومة بي ار سمول، ونرمز لعامل صفة اللون الأسود بي بي كابيتال بلاك، ونرمز لعامل صفة اللون الأبيض بي بي سمول. لازم نسوي الرموز لأنه المسألة تتقسم، يعني هنا درجتين الاستنتاج بيها أربع درجات وهكذا. وين تروح؟ تروح على شيء اسمه الاستنتاج، تستنتج. أنا علمتكم خلال التفاصيل حتى نستنتج الروح كأنما سوينا مسودة. المسودة إن نقرأ المسألة من جديد، ضربه الذكر، شنو الذكر؟ هو قايل لك خشن أسود، ضربناه بأنثى خشنة بيضاء، جابوا أفراد. اعتمد على المتنحي، طبعا هو تقدر تعتمد على هذول وتحل اثنيناتهم، تقدر بس تعتمد على هذا. جابوا فئة من الفئات، 1 من 8 ناعم أبيض. خوش، تيجي تحل. شلون تحل؟ شكو خشن آر كابتل فراغ، هيك التحللكم أسود بي كابتل فراغ. ليش؟ لأن خشونة ممكن تكون آر كابتل آر كابتل، ممكن تكون آر كابتل آر سمول. هنا الخشنة آر كابتل فراغ، بس الأبيض متنحي والمتنحي دائما نقي. ما دام جابوا فرد ناعم أو أبيض، تتذكر كنا نقول فرضيات كل فرد يحصل على عاملات صفته من أبويه، فالآر سمول أكيد إجت آر سمول منا وآر سمول منا، والبي سمول بي سمول إجت بي سمول منا وبي سمول منا. فبالاستنتاج إيش راح تكتب؟ راح تكتب بما أن بعض أفراد الجيل الأول كان هم ناعم وأبيض، وحب ذكرك يا مصحح الناعم هيك والأبيض هيك، إذن الخشونة في الأبوين تكون هجينة، كذلك السواد في الذكر هجين. فيا مصحح ترى الذكر بين عندك هالشكل R capital R small B capital B small، والأنثى بينت عندك هالشكل R capital R small B small B small، وروح حل. خوش، صار هذا المصحح يعطيك هنا 2، يعطيك هنا 2، يعطيك هنا 2، صاروا 6 و6 يعطيك اياهم على الحل. من تجي تحل تحط B1 G1 F1. B1 هذا هجين هذا نقي، هذا ينطي 2 هذا ينطي 1، يعني 1 في 2 ينطيني نوعين من الامشاج اللي هم R capital B small و R small B small. نا 2 في 2 4، فنرسم 4 دوائر. نتمنى اللي يريد يتذكر هاي كل هاي التفاصيل يروح للشرح المفصل الخانة الأولى أم 10 محاضرات.
R capital, B capital, R capital, B small. النوب هذا الثاني في الأول والثاني في الثاني. هسه 2 في 4 يساوي شقد؟ يساوي 8. فأفراد الجيل الأول شقد راح يطلعون؟ راح يطلعون 8. شلون نطلع الثمانية؟ نطلعهم عن طريق رسم مربع بونت. شلون نرسم مربع بونت؟ ارسم مربع بونت بهذا الشكل. 4 في 2 8، فارسم لك مربع بونت. شفناه بونت بالتكوين الجنيني عندما اكتشف بيوض بعض الحشرات، تتذكروه حتى لا تنسوه. هذا مربع بونت. ابو الاربعه حطه فوق، اللي هو من هو؟ اللي هو الذكر. يعني الامشاج الذكريه حطها هنا، والامشاج الانثويه حطها هنا. الامشاج الذكريه اللي هم ار كابيتال بي كابيتال، ار كابيتال بي سمول، ار سمول بي كابيتال، ار سمول بي سمول، وهذه ار كابيتال بي سمول، ار سمول بي سمول. بعدين اطلع الافراد. الافراد يعني الدائرة الأولى في 4 دوائر يساوي 4 أفراد، والدائرة الثانية بس هذا يكون أحسن، هذا هالشكل R capital R capital B capital B small. هذا شنو اسمه؟ اسمه خشن أسود. لا، لازم تطلع الطراز الوراثي والطراز المظهري. هذا بهذا R capital R capital B small B small خشن أبيض، هذا بهذا R capital R small B capital B small خشن أسود، هذا بهذا R capital R small B small B small خشن أبيض. هسه نجي على الدائرة الثانية في 4، R capital R small B capital B small خشن أسود، R capital R small B small B small خشن أبيض. هسه شوف R small R small B capital B small ناعم أسود، و R small R small B small B small ناعم أبيض. إذا خلاص انتهت المسألة هنا، المصحح ينطيك الدرجة الكاملة على هيجي مسألة. بس انت إذا تطوع النتائج، شوف 3 من 8 خشن أسود، تحسب اللون 3 من 8 خشن أسود، 1 2 3، فعلا 3 من 8 خشن أسود، وثلاثة من ثمانية خشن أبيض، 1 2 3، وواحد من ثمانية ناعم أسود، وواحد من ثمانية ناعم أبيض. هذا للتحقيق يعني، وإلا أنت ما يحتاج الشخط لذني. بهذا الشكل شنتهت؟ انتهت عندنا هذه المسألة. حال لك مسألة ثانية حتى تتقوى بيها، يعني ما بيها أي فكرة يعني. هنا ايضا مساله اخرى، هاي المسائل كلها موجوده بالملزمه ومحلوله، فمجرد حتى الطالب يعني هنا يعرف تي كابيتال تي سمول هجين، تي كابيتال تي كابيتال نقي، انقسام اختزالي، شوف بي 1 جي 1 اف 1. الصفحه الاخيره من العشر محاضرات الاولى من الخانه الاولى بها تعريف الكروموسوم وتعريف الجين، تعريف مهمه. صار عندك تعريف الكروموسوم مذكور بالوراثه، وتعريف الكروموسوم موجود بالفصل الاول. انا انصحك تحفظ هذا التعريف. ليش استاذ؟ لان بي التركيب الكيميائي للكروموسوم، هو تركيب خيطي الشكل مركب من جزيء الدي ان اي المدعم بالحامض النووي الرايبوزي الار ان اي والبروتين. يعني ما التركيب الكيميائي للكروموسوم؟ دي ان اي زائد بروتين، والدي ان اي مدعم بالار ان اي، والار ان اي بثلاث انواع، والذي يحتوي على المعلومات الوراثيه من الكروموسوم، والذي يحتوي على المعلومات الوراثيه المرتبه بتسلسل شريطين، يعني الدي ان اي عباره عن شرائط اثنين، وبالامكان مشاهدته خلال عمليه انقسام الخليه. يعني هذه لفظه الكروموسوم، هذه هيك الكروموسوم كنا نرسمه لك، هذا ما اشوفه الا اثناء الانقسام بهذا الشكل، والا قبل الانقسام كان الكروموسوم هيك شبكه كروماتينيه. الجين او المورث هو جزء من الدي ان اي هو جزء من دي ان اي الكروموسوم الذي يتحكم على الاقل في صفه وراثيه محدده. يوسف الان بس اريدك تشوف لنا الوقت. 40 40 اي
احنا نحل هاي المساله ونتوقف حتى شنو وكانما خلصت قائمه التشغيل الاولى، ام العشر محاضرات ذنيش اجينا لخصناهن باقل من ساعه. المساله الختاميه الاخيره هذه اكتب عليها مرشحه، صار ثلاث مرشحات لحد الان قال لكم كمسائل. أنثى ذبابة فاكهة أبنوسية اللون طويلة الجناح، أبنوسية اللون طويلة، إذن هذا تهجين ثنائي. لقحت بذكر رمادي اللون أثر الجناح، فكان جميع أفراد الجيل الأول أفور رمادي اللون طويل الجناح. علما أن العاملين الوراثيين لهاتين الصفات، هذه لا تبحث به، لأن في موضوع اسمه الارتباط والعبور محذوف عندكم 24. مطرز الوراثية للأبوين والأفراد الجيلين الأول والثاني يريد الأفوان والأفتون، انتبه على الأفتون، ما نسبة الطرز المظهرية؟ أنا حال هالمسألة بس خلنا نحلها قدامكم يكون أفضل. انتبهوا شلون راح نحلها. أنثى ذبابة فاكهة أبنوسية اللون طويلة الجناح. أبنوسية اللون شو تسوي أنت؟ أنثى ذبابة فاكهة أبنوسية اللون طويلة الجناح. لقحت بذكر رمادي اللون أثر الجناح. فكان جميع أفراد الجيل الأول رمادي طويل. فما هي طرز الوراثية والمظهرية للأبوين والأفراد الجيلين الأول والثاني؟ طبعا علمتك أنه تبدأ بماذا؟ بالرموز، فنرمز لعامل صفة اللون الرمادي بأي حرف كبير، احنا اختارينا الإي كابيتال. أما اللون الأبنوسي عكسه إيسمو، ونرمز لعامل صفة الجناح الطويل بالكابتول، أما الأثري الجناح الأسمو. هاي الرموز يعطيك المصحح عليها درجتين لحد الآن، بعدين وين تروح؟ تروح على لفظة اسمها الاستنتاج. هو ايش قايل لك؟ يعني أبنوسي تعرفه طويل مجهول، هنا بالعكس رمادي مجهول أثري تعرفه. قال لك ترى النتائج اللي إجت كلها كانت رمادي وطويل. أوكي، فأنت شو راح تقول؟ رمادي بأبنوسي والناتج كله رمادي، إذن هذا يكون نقي. وهنا بالعكس طويل بأثر والناتج كله طويل، يعني هذا نقي هالشكل. إذن بما أن جميع أفراد الجيل الأول كان هم رمادي وطويل بنفس الوقت، إذن صفتي اللون الرمادي، وين اللون الرمادي؟ في الذكر والجناح الطويل في الأنثى يجب أن تكون نقية. فيا مصحح ترى بينت عندك الطرز الوراثية للذكر بهذا الشكل E capital L small فارزة، والأنثى بالعكس E small L capital. فالمصحح راح يعطيك اثنين هنا، صار انت لحد الان ماخذ 6 من 12، تبقى ال 12 على المساله. شلون تحل المساله؟ مساله هذول انت مثبتهم P1 G1 F1. هذا نقب نقي واحد في واحد دائره واحده، هنا نقب نقي هم دائره واحده، شو نحط بهاي الدوائر؟ نحط الاي كابيتال ال سمول والاي سمول ال كابيتال. فأفراد الجيل الأول شلون راح تصير؟ راح يلتقي هذه بهذا، فأقول E capital E small L small L capital، هذا ال L capital موجود خلصنا. تكتب هنا طراز
وراثي وهنا تكتب طراز مظهري. هو يريد إذا تتذكر المسألة يريد شنو؟ الأفوان والأفتو. الأفوان أفراد الجيل الأول زاوجهم مع بعض حتى يطلع عندك الأف تو. شلون أطلع؟ مو فرد واحد لك، لا بابا يا فرد واحد، هذولا 100%. يعني الحشرات اللي اجتك كلهم رمادي الجسم طويل الجناح، ايش قد عددهم هسه؟ 100 حشره، 200 حشره، 500 حشره، ما عليك، بس بيهم ذكور واناث. انت ايش راح تسوي؟ راح تاخذ من هذا العدد، راح تاخذ تاخذ فرد واحد انثى رمادي طويل، واخر من نفس هذا العدد هم رمادي طويل ذكر. شو يصير عندك؟ بي 2. فالبي 2 راح نقول ناخذ اي كابيتال اي سمول ال كابيتال ال سمول اي كابيتال اي سمول ال كابيتال ال سمول ونحل على كيفنا. جي 2 جي 2 واف 2. الامشاج شلون راح تطلع؟ 2 في 2 سهام انقسام اختزالي. 2 في 2 4 دوائر، دائرة 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 دائرة. شلون نملي الدوائر؟ اي كابيتال ال كابيتال اي كابيتال ال سمول اي سمول ال كابيتال اي سمول ال سمول. وهنا اي كابيتال ال كابيتال اي كابيتال ال سمول اي سمول ال كابيتال اي سمول ال سمول. بعدين شو تسوي؟ تطلع الاف 2. الاف 2 الاف 2 هنا شلون راح يطلع؟ راح يطلع بهيئه مربع بونت، ف 4 في 4 تقعد ترسم مربع ابو الثمانيه. تقعد ترسم مربع، شنو القضيه؟ مربع ابو الثمانيه هالشكل، ابو الثمانيه ابو 16، 4 في 4 يساوي 16. فارسم خانات افقيه 4 هالشكل وخانات عموديه 4 بهذا الشكل. شلون خانات صارن؟ خوش. شو تسوي بعدين؟ تحط الامشاج الذكريه اللي فوق والامشاج الانثويه اللي جوا، بالعكس بكيفك. فحط الامشاج الذكريه هسه اللي فوق. وين الذكريه؟ اعتقد هاي الذكريه، يلا هاي الذكريه، هنا نفس الشيء. اي كابيتال ال كابيتال اي كابيتال ال سمول اي سمول ال كابيتال اي سمول ال سمول. وهنا الامشاج الانثويه اي كابيتال ال كابيتال اي كابيتال ال سمول اي سمول ال كابيتال اي سمول ال سمول. هسه شو تسوي؟ بعد تملي، انا راح املي لك خانه واحده والبقيه عليك انت تكملهن. هذا راح نقول اي كابيتال اي كابيتال ال كابيتال ال كابيتال. لا تتوقف. هذا شنو؟ هذا قول له رمادي طويل. بعدين روح على هذا اي كابيتال اي كابيتال ال كابيتال ال سمول، هم قول له رمادي الجسم طويل الجناح. هسه هذا بهذا اي كابيتال اي سمول ال كابيتال ال كابيتال رمادي الجسم طويل، و اي كابيتال اي سمول ال كابيتال ال سمول رمادي الجسم طويل. الى ان تكمل ال 16. اوكي، طبعا احنا حالينا بالمحاضره رقم 10 بالخانه الاولى ومفصله ونطلع لك الطرز المظهريه. النسبه المظهريه ايش قد راح تطلع؟ احفظها. النسبه المظهريه راح تطلع 9 من 16 رمادي طويل، 3 من 16 رمادي أثري، 3 من 16 أبنوسي طويل، و1 من 16 أبنوسي أثري. يسمونها النسبة المظهرية. أريدك تحفظها هذه. القانون الأول 3 سائد إلى 1 متنحي، هنا النسبة تكون 9 إلى 3 إلى 3 إلى 1. فحال لك المسألة بهذا الشكل. أنا كاتب لك هنا أكمل رسم مربع بونت. طبعا تروح بالمحاضرة رقم 10 تلقى النسبة المظهرية هاي اللي طلعناها. بس هاي النسبة الوراثية اريدك تشوفني، ما يطلبها عندك بالوزاري، لكن كل شيء يصير. روح على المحاضرة مالتنا. عدد الاحتمالات اكيد 16 الاحتمال.
الاحتمالات في الوراثة هاي اللي بصراحة بالخانة رقم 10 ما صورناها ويا ما تستاهل يسوي لها محاضرة. أنا شريدك هنا بالاحتمالية، يعني هسه النسبة المظهرية مع القانون الأول من أصل 4 احتمالية السائد إشقد 3، احتمالية المتنحي إشقد 1، هاي يسمونها الاحتمالية. بس أريدك تركز شوي على هذا السؤال. غالبا ما نشاهد اختلاف بين النسبة الحقيقية المستحصل عليها في الحقل أو في التجارب والنسبة المحتملة. طبعا النسبة المحتملة هي 3:1 إذا حكيت على القانون الأول، بس بالنسبة الحقيقية راح تطلع 2.48 4.84. أنت شو تسوي 2.84 تقربها للثلاثة؟ ليش هذا الاختلاف؟ الجواب يعزى إلى التجربة، كأن تكون متعلقة بعدم توفر فرص متساوية للأمشاج عند عملية التلقيح، وكذلك عدم توفر فرص متساوية لعاملي الفرد الهجين جي كابتل جي سمول من الانعزال بصورة متكافئة على الأمشاج. بهذا الشكل انتهت الاحتمالية ووصلنا وين؟ وصلنا إلى الوراثة ما بعد مندل. هذه تلقاها بالقائمة التشغيل الثاني اللي اتفقنا 13 محاضرة سنة 24. أوكي هسه نتوقف هنا حتى شنو هذا هم نسوي له الوراثة ما بعد مندل فد مصور خاص بي وهم خبزة بساعة واحدة. أتمنى لكم الموفقية والنجاح وحصد الدرجات الكاملة. مع السلامة.